يعني شيء جميل نطلب سكنات وانا نقول الخير كاين موجود، يعني لا لوا دو فينونس 2022 موجود برنامج سكني هاي لا باس به، لكن نعمل بطريقه منهجيه وبطريقه علميه. احنا تقريبا ان شاء الله غدا راح نقوم بامضاء الاتفاقية التمويل للانطلاق في 15,000 وحدة سكنية من صيغة عدل. هذا يدل انه البرنامج السكنية المدعمة من طرف الدولة موجودة وما زالت موجودة ان شاء الله، وان شاء الله نكون في حسن ظن المواطنين ونلبي لهم سكناتهم لائقة يعني معمولة بطريقة جيدة في اقرب وقت. وشكرا.